السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل الكلاود او الريفيجن. طبعا دي حاجة 2D، فبروح للانوتيشن واقول له انا عايز اعمل ريفيجن كلاود، فبيقول لي ابدأ ارسمها. ممكن ترسمها على شكل دايرة، ممكن ترسمها على اي حاجة، تمام. وهنا بتختار الريفيجن. هنا عندي ريفيجن واحد بس، هنشوف ازاي نقدر ان احنا نضيف اكتر من واحد. فبعمل الريفيجن بتاعي بالشكل دوت اهو، واقول له اوكي. طيب عايز اديله رقم، فهقول له جي تي تي جي اللي هي تاج وعلم، فبيقول لي انها مش متحمله في المشروع، فبقول له طب انا عايز احمل الفاميلي ديت، وهروح لانجلش وهقول له انوتيشن واقول له ريفيجن واقول له اوبن، فباجي بتظهر معايا ريفيجن 1. طيب لو انت عايز تغير لون الكلاود ديت، ممكن تعمل سيلكت عليها وتدوس رايت كليك وتقول له اوفررايد اليمنت، وتختار لون تاني وتختار ستايل تاني لو انت حابب، او ممكن تقول له في في وتدخل في الانوتيشن وتقول له ريفيجن لو تقدر تختار اي لون تاني انت عايزه. طيب الرقم بقى واحد عايز ازود 2 3، فهروح لقائمة فيو واقول له ريفيجن، وانت بقى تبدأ ترتب. يعني ممكن تقول له نمرك فترتب ارقام، او الفابتك فترتب الحروف. هنا هتقول له مثلا ده هنا 1 2 3 وهكذا، وهنا الفابتك تقدر انت تحط ألف ب ت س أبجد هوس حطي كلام صعب اسكرشت بالشكل ده. طيب عايزين نزود، هنقول له ريفيجن 1 ريفيجن 2 ريفيجن 3. هنا ده هتخليها الفاباتيك ولا نان. هنا الديت هتكتب بقى التاريخ بتاع النهارده، النهارده 14/4/2023 ريفيجن 1 ريفيجن 2. لو خلاص صدرت قبل كده بتقول له ايشيو عشان ما تجيلكش اشوت باي، هنسميها مثلا اكس اكس، واقول له اوكي. طيب تعالى بقى نبص على الكلاود ديت، هتلاقي ان انت تقدر تختار ريفيجن 2. طيب تعالى بقى نشوف، نخش على الشيت واقول له بلان، ظهر عنده هو ريفيجن 1 14/4/2023. طيب لو ما ظهرش هتيجي هنا ريفيجن اون شيت وتختار الحاجه اللي انت عايزها، تمام. يعني ممكن تقول له انا عايز الاثنين دول يظهروا معايا. طيب لو كلاود موجود هو بيظهر اوتوماتيك، لو مش موجود بيضطر ان انت تعمل الخطوه دي. طيب خلينا نرجع للفيو واقول له ان انا عايز الريفيجن، وهتيجي هنا لو انت مش عايز الكلاود انت تاج تظهر، ممكن تقول له نان او تقول له تاج. طيب تعالى بقى اعمل سيلكت بقى على الشيت واقول له ايديت فاميلي. لو افترضنا جدلا ان الريفيجن كلاود مش موجود، فهتسحبه من هنا من الاسكادول وتبدا ان انت تحطه بالشكل دوت، وتقدر تتحكم في الطول بتاعه وتتحكم في الشكل بتاعه. ممكن تعمل له روتيشن بس مش هيبقى شكله حلو يعني.